كنت عم بقول قبل شوي اليوم بالحلقه مشاهدينا نحن عم ناكل الكريب انه يا ريت الكريب فيها موز. ظاهر انه ميشيل فرنيني كان عم بيحضرنا لانه وصل على الاستوديو. شو حيعمل معه؟ موز. اهلا وسهلا ميشيل. هيدا التنسيق هيك ثاقبت او لا هيدي منا مش صدفه، هيدي بالعكس هيدي بريبريشن. كان لازم بكر شوي لكان كان لازم بكر، يمكن كمان لما تيجي بنعمل اشياء هيك بين طيبه مع الموز. بيبول اكزاكتلي كثير طيبه مع الموز، الكريب كثير طيبه مع الموز. بعد شوي كمان رح نشوف بريبريشن كريب مع موز. حلو. اليوم بدنا نتعرف اكثر على الموز، اكيد من عيون مسيو غورمي. يمكن معلومات لاول مره بنسمعها او نسينا او بتذكرنا فيها. الحلو هو انه دائما لما في شيء كثير قريب لنا ما بنعرفه كثير، يعني لما بنطلع خارج لبنان من ايه، بس لما بنطلع خارج لبنان بنروح بنشوف المتحف اكس او بنروح بنشوف مونيومنت ايغريك، بس نحن بلبنان ما بنعمل سياحه، ما بنطلع ما بنشوف. الموز في عندنا انتاج كبير موز بلبنان، من الدمور للسور انتاج محلي ولكن ما بنعرف كثير عن الموز لانه هو من البيزاج اللبناني، متعودين نشوفه متعودين ناكله، ولهالسبب ما عندنا الحشريه نعرف عنه شوي اكثر. سو اليوم بحلت مسيو غورمي رح نجرب نفهم شوي زياده على الموز المحلي، يعني اللي بننتجه بلبنان او عامه عن الموز، لان الموز هو عنده فعلا بالانتاج العالمي عنده اهميه اساسيه. نعم. لان بعد انتاج القمح انتاج الذره وانتاج الرز هي رابع اكبر برودكشن عالميه، معناتها بيتاكل كثير موز. نعم. وفي عده دول حول العالم معروفه بانتاج الموز. اكيد الانتاج الموز هو عاده بينعمل على الجهه الاكواتور، من الاكواتور والجنوب. نعم. يعني الدول القريبه للخط الاستوائي. صحيح. لبنان بيعتبر هو على الشمال هالاريا هيدي. الموز بيخلق تقريبا، نعرف انه بناكل موز، بني ادم بياكل موز من تقريبا 7000 سنه. كنا ناكله بايجيا بالفار ايست، اندونيسيا، ماليزيا، من هونيك بعدين تنتقل لافريقيا، من افريقيا لامريكا الجنوبيه. وبعد لحديت هلا تقريبا 90% من الانتاج العالمي بيتصنع بيطلع بهالمنطقه، بيتزرع بهالمنطقه وبيتاكل بهالمنطقه. ما في 10% من الانتاج العالمي هلا بيروح لغير بلاد، بيروح لامريكا، ما لاوروبا، بس 10% لغير دول. معناتها الجزء الكبير هو فعلا الكونسامبشن تنعمل محلي. مثل عنا، يعني ما بعرف اذا نحن بنصدر لدول الخارج، ولكن بنلاقي وين ما كان الموز المحلي. بنلاقي وين ما كان، لان فعلا الكوست تبع الموز منه كثير عالي، بس بعدين لما بيتصدر بيصير في كوست اوف ترانسبورتيشن. رح نشوف كمان كيف وفي فرق كبير بين سعر الموز اللي بننشو عنا بلبنان والموز المستورد. مزبوط، لان كمان هون في كيادو شارج بين بلد وثاني، كل بلد عنده المواصفات من شان يقدر يسمي برودكت معين موز نسبة لاستعمال البيستيسيد ولا آخره، فمن شان هيك كمان في فرق بالسعر بين بلد والتاني. هلا نحن رح نشوف فيديو من مصورينه بمنطقة الأنتي فرانسيز، يعني مارتينيك وغوادلوب. هونيك في انتاج كتير كبير موز مشهور، رح نشوف شوي نتعرف شوي أكثر على الموز، شو هو الموز، بعدين منكمل بالباقي. نعم. Guadeloupe et Martinique jouent un rôle majeur dans l'économie des deux îles. Elle est le premier employeur privé. 700 planteurs apportent leur savoir-faire à cette culture bien particulière. Découvrons ensemble toutes les attentions portées à ce fruit, du champ à la mûrisserie. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le bananier n'est pas un arbre, mais une herbe géante qui peut atteindre jusqu'à 15 mètres de hauteur. Les variétés cultivées aux Antilles, quant à elles, ne dépassent pas 6 à 7 mètres. Il faut 20 à 25 semaines pour que le bananier atteigne sa taille adulte. Dès lors, une inflorescence sort du bananier, la popote. Après l'apparition de la fleur, vous avez vraiment le régime qui tombe, donc qui sort avec les bractées. Donc ce qu'on appelle les bractées, ce sont ces éléments-là. Donc une fois que toutes les bractées tombent, vous avez le régime qui s'ouvre. Une fois que le régime est bien ouvert, 6 mois après plantation, donc vous avez le comptage. Ce comptage, matérialisé par un ruban de couleur, permet de déterminer la date de récolte. Ensuite, les ouvriers vont engainer les régimes avec une gaine plastique recyclable pour les protéger du soleil et des insectes. Puis, ils vont aubaner les bananiers pour soulager le pied du poids du régime et éviter qu'il ne soit déraciné au moindre coup de vent.
Malgré son apparence, la banane est un fruit très fragile qui nécessite beaucoup de précautions. C'est pourquoi la récolte des régimes se fait à la main. Les régimes sont alors transportés vers une remorque spécialement adaptée appelée le chariot. Arrivés à la station, les régimes de bananes vont être libérés de la gaine bleue protectrice. Puis, méticuleusement, ils vont être épistillés complètement, c'est-à-dire qu'on enlève le reste de la fleur présente au bout de chaque banane. Il faut savoir qu'un régime peut donner jusqu'à 200 fruits. Ils sont toujours cueillis verts. Ce n'est qu'une fois arrivés en magasin que les bananes prendront la couleur jaune que tout le monde leur connaît. Vient ensuite la partie nommée dépatage. On enlève toutes les mains de la hampe du régime à l'aide d'un ustensile spécialement adapté pour les mettre directement à tremper dans un bac de nettoyage à l'eau claire. C'est ensuite le moment d'apposer les stickers. Celui-ci même qui permet d'identifier rapidement la banane de Guadeloupe et Martinique dans les rayons de fruits et légumes. Pour finir, les mains de banane vont être placées dans des cartons renforcés afin de ne pas provoquer de meurtrissure ou d'écrasement. Ce processus de mise en carton est une étape délicate car elle garantit l'arrivée en métropole d'une banane de bel aspect. Les cartons seront ensuite palettisés et aussitôt chargés dans des camions réfrigérés pour éviter la maturation précoce des bananes jusqu'au bateau qui traversera l'océan. En passant par Fort-de-France, puis Pointe-à-Pitre, la traversée du navire aura duré 10 jours pour 6000 km de distance. Ce transport maritime permet à la fois de diminuer le coût d'importation et de dynamiser la vie économique des deux îles. هذه فكرة عن إنتاج الموز بفرنسا. بفرنسا بالتريتوار دوتر يعني غوادلوب مارتينيك اللي حد الكاريبيان واللي صار في انتاج كثير مهم فعلا هالانتاج بلش بهالمنطقه من تقريبا 100 سنه قبل كان عندهم الكافيه هلا صار عندهم الموز هذا الشيء اكيد نسبه لاقتصادهم المحلي برودكشن اساسي مثل ما شفنا بالفيديو ومثل ما كنا هلا عم نسمع من شوي بالاستوديو كانوا عم بيقولوا شجرة الموز صححت لنا معلومة خاطئة معظم الشباب كانوا عم بيقولوا شجرة الموز ولكن الموز منا شجرة منا شجرة هي عشبة عشبة كتير كبيرة بتوصل لل مع انه شكلها انه في جذع لها صحيح بس عادة الشجرة هي خشب بتطلع بطريقة سيركولير اما هون ان ذيس كيس هي عشبة هن وراء عم بيلفوا على بعضهم وبيطلعوا نعم. فبيصير شكلهم شكل الشجره ولكن مع الرينجز الموجوده بجذع الشجره عاده اللي بدلوا على عمر الشجره اجمالا صحيح هون هذا مش موجود لان هن وراء هن نعم. وراء وجوات هالوراء في عندنا تيج كثير كبيره تيج وحده بتنزل وهيدا اللي بتعطينا بعدين الموز بتعطينا رجيم الموز رجيم الموز هو تقريبا تقلو شي 30 كيلو بيعطينا تقريبا 200 موزه وهي دول اللي نحن بعدين منلاقيهم منلاقيهم على بالسوبر ماركت بالمحلات هلا اللي كثير مهم هو انه صار اليوم الموز بما انه شفنا انه حجمه اقتصاديا عالميا عنده حجم وعنده وزن كثير مهم اليوم في البانانا دولار بانانا دولار في مع المونديزاسيون عم بيصير اكيد كومبيتيشن عالميه فهذا عم بياثر كثير على الاقتصاد المحلي بعده بلاد من العالم نحن بنشوف هلا اليوم بلبنان عندنا انتاج موز كثير كبير صحيح. ولكن جزء كثير كبير من اللي نحن بنلاقيه بالسوبر ماركت بالمحلات هو موز جاي من برا جاي من غير البلاد ليش هالشيء مع انه عندنا هالكميات الكبيره بلبنان ليه؟ ليه؟ لأن فعلاً حتى إذا الموز المحلي أرخص بكتير من الموز اللي مصدرينه مثل هون نحن هون عنا بستوديو عنا موز من صوماليا وعنا موز لبناني بالأسف بلبنان المزارعين تركينهم شوي هيك على لحالهم ما في حدا عم بيساعدهم مثل ما لازم ما في اهتمام يعني بزراعة الموز بلبنان؟ ما في اهتمام من الدولة بزراعة الموز قدرت أحكي مع مزارعين قبل كل شيء ما في كولتر بالموضوع تركينهم لوحدهم هن الموز أكتريتهم عم بيضربوا شامبينيون أما في كمان حشرات صغيرة ما في عندهم طريقة منشان يقدروا يحسنوا يعني من ناحية ميشيل ما فيك كتير تلوم المستهلك اللبناني لأنه بس إذا بدنا نحكم عليه موجود أمامنا على الطاولة بين الموز اللبناني ولا مستورد شكليا بس المستورد يعني بيغري أكتر بكتير
مزبوط. المستورد مثل ما احنا شايفين لونه اصفر، موزه اكبر، حلوه، بشهي بشهي اكثر من اللبناني، من اللبناني مضروب وملطوش وما بعرف، مش معناته يعني شكل الموزه على شكل اللبناني. بالاسف نعم. للأسف. حتى اذا الموزه اللبنانيه ما عندها شيء اقل من هالموزه اللي نحن مستوردينه، بس بالاسف نحن ما عم نقدر نهتم كفايه فيه. يعني لما بتيجي الموزه من برا بتيجي بكرتونه حلوه نظيفه، عندها كل هالبروسيس اللي معتنين فيه، بيعتنوا في الحراره، بتيجي على حراره كنترولي، بعدين بحطوا لها بمستودعات معينه، بحطوا لها ايتيلين، بيرجعوا بيقلعوا الرياكسيون مشان تستوي عنا يعني بالبيت. في ظروف محافظين عليها بدول دول الخارج ليه بتستند على انتاج الموز؟ في ظروف، وبعدين هيدي مفقوده عنا يعني بلبنان، المستهلك بعدين بيدفع السعر، لان هيدي الموزه اللي برايي منها طيبه مثل الموزه اللبنانيه، حقها مرتين ونص قد حق الموزه اللبنانيه، ولكن المستهلك اليوم عم بيشتري الموزه اللي جايه من برا. هلا انسى الشكل، الطعمه قد ايه بتفرق؟ انا نسبه لقلي طعمه الموزه اللبنانيه بتجنن، انا نسبه لقلي اطيب بكثير من هالموزه اللي جايه من برا، اللي اكثريه الاوقات ما عنده هالطعمه القويه، كثير كثير نيوترال. هلا الموز، في عندنا موز بيتاكل مثل ما نعرفه هيك ناي بندير اكيد، بعدين ناكله ببريبريشن معينه. في عندنا موز كمان هلا بينطبخ، رح نشوف كم صوره منشان هيك نفتح شوي قبليتنا قبل الغداء من بريبريشن معمولين بالموز. قبل كل شيء هذا جراند كلاسيك اكيد، البنان فلومبي بيجي كراميليزي مع السكر، بيجي كمان مع شويه روم، بيجي فلومبي. هيدي بتنقلها؟ بتجي مع الزبده وبالاخر بنولع الروم وبتجي فلومبي بالروم، ولكن حتى اذا في روم اللي هو الكحول بالاخر، حتى الاولاد بيقدروا ياكلوه، لان طعمه الكحول بتروح بما انه بتتبخر. هون في عندنا كيك عادي، جاتو مع البنان، كمان هذا جراند كلاسيك عادة بتعملوا التيتا. هون كمان في عندنا نوع كيك ثاني جاي روستيك اكثر مع الموز. وهون عندنا الكرامبل، بانانا كرامبل بيجي مع الالمونز، اما بيجي مع اللوز، بيجي مع الجوز، بيعطيها هالتكستور. هيدا كل الاولاد بيحبوه، خاصه بكل شيء فيه هيك مفن؟ نيو كونسبت، مافن موز كمان كلاسيك كبير، بانانا نات مافنز. هون عندنا هون عاملينه بطريقه مثل التيراميسو، واي عاملينه مع الفوندون شوكولا جاي عليه، كمان سبيسياليتي بتشهي. كنا نحكي عن الكريب، يا رولا هيدي الكريب، هون عندنا كريب مع موز، كريب بتشهي اليوم، بتشهي كثير، كريب سبيسياليتي من بريطانيا فرنسا. هون عندنا اياها كمان، مش بقى مع الشوكولا، عندنا اياها مع العسل. And كمان سبيشالتي كثير مهمه بيحبوها كثير الاولاد والكبار، انا كمان اذا انا ولد كبير كمان بحبها، هي الميلك شيك. ميلك شيك بانانا، اتس كلاسيكال كمان كميلك شيك، من اطيب شيء بيتاكل. هون في عندنا نيم، يعني جاي رولو جاي مع موز جوا، نقدر نعمل له هيك كارماليزاسيون للموز بالاول، بعدين بنحطه بهالورق اللي هي ورقه السبرينج رول مينلي مع الشوكولا. هون عم نروح على كل شيء مالح، المالح هي نوع بنانا ثانيه، بنانا فيها اميدون اكثر. هون بدول امريكا اللاتينيه وامريكا الوسطى كثير بيستخدموها بهالطريقه. مزبوط، منشان هيك كمان هي 50% تقريبا من الانتاج العالمي هو هالبنانا. بلانتين بسموها؟ اي بلانتين، مزبوط، هي بلانتين اللي هي بتتاكل. هون عم ناكلها مع الدجاج. ومع صلصة هيك تيبيكالي سالتي كتير. أي أو بيطخوها. ما بتتاكل ناي لأن طعمتها هيك كتير أميدونية، تبقى خضرة كمان، خضرة وقاسية. هون عم ناكلها مع الشريمس، مع فرايد شريمس، مع بيوري بنانا بلانتان. معناتها البنانا اللي نحن بنعرفها فعلا جزء كتير صغير من البنانا اللي موجود عالميا. ونحن بلبنان بناكل مينلي السويت وان، ولكن في السالتي اللي بتستاهل a lot of attention. على امل انه يصير في اهتمام اكثر بالمزارع اللبناني عامه، وبالاخص المزارع اللبناني بيهتم بالموز. بنشكرك على هالمعلومات ميشيل، وبنشوفك الاسبوع الجاي بمسيو غورمي. ثانك يو لك. وقفة قصيرة مشاهدينا، واخر محطة ضمن حلقتنا، لقاء اكثر من مميز مع زميلنا بيير رباط، خليكم معنا.